تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم في الأسبوع، أول يوم في الموسم الجديد من برنامجكم برنامج صحة وسعادة. هالبرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. أحد، أول يوم أسبوع، أول يوم في معظم المدارس مو بكلها، فهذه تحية صباحية للأمهات وللطلبة في المدارس ولكل من يتابع برنامج صحة وسعادة. نتمنى إن شاء الله يكون هذا يوم إيجابي، أسبوع إيجابي، أسبوع جميل لعيالنا اللي انطلقوا للمدارس في أول يوم، ينطلقون إن شاء الله أهم شيء بطاقة إيجابية تنبع منا إحنا كأهل لما نمليهم بالكلمات الإيجابية أول الصبح، إنه راح تروحوا المدرسة سنة جديدة، إنجازات جديدة، وبالتوفيق إن شاء الله لكل عيالنا. برنامجكم طبعا صحة وسعادة يكون من الأحد لين الخميس، إذا كنتوا نسيتوا خلال الفترة اللي وقفنا فيها في الصيف، كل يوم تقريبا من الساعة 10:05 إلى الساعة 11:10 تقريبا نكون على مدى ساعة على الهواء، نأخذ ملاحظاتكم، آراءكم، اقتراحاتكم، شكاويكم، كل شيء يهمكم في المجال الصحي عشان نعزز ونحسن خدمات الصحية في دبي بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. نطرح فيه مواضيع صحية مختلفة تهمكم، مثل ما نقول الحديث الساخنة حسب الموسم، عشان توصلكم المعلومة الطبية الصحيحة، ما يفي مجال كل الإشاعات والمعلومات المغلوطة أو الغير صحيحة، فهذه هي قناتكم عشان تأخذون المعلومة الطبية الصحيحة. ما شاء الله برنامجنا ثري وغني وكله فقرات إن شاء الله مفيدة، فأنا أشجعكم تتواصلون معنا، لأن ما في شيء يثري أي برنامج مثل لما تتواصلون معنا. مذيع يتكلم على الهواء مدى ساعة يستوي ممل، لازم أنتوا تتواصلون معنا، يثري البرنامج، تعطونا اقتراحات جديدة، تعطونا أفكار جديدة. فعشان تتواصلون معنا هذه أرقام التواصل على 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. راح نروح لأول فقراتنا، عندنا أسماء فقرة التغذية راح ناخذ أول شيء، بعدين راح ناخذ فقرة التواصل الاجتماعي عند دكتورة نجلة. يا صباح الخير. يا صباح الورد. أهلا فيك وحياك الله في الحلقة الأولى من الموسم الجديد من صحة وسعادة. الله يحييك يا رب. خبرينا دكتورة نجلة، شو بتكلمين اليوم عن التغذية؟ نحن بداية حبينا نهني الطلبة والطالبات، وصراحة شعور حلو انهم رايحين على المدرسة باليوم الأول، ونهنيهم بهالعام الدراسي الجديد، وإن شاء الله يكون يعني يعم عليهم التوفيق إن شاء الله والاجتهاد، وانهم يركزون عاد من أول يوم دراسي، يعني يكونوا محطوا ريلهم بالمدرسة من أول يوم، نحن نباهم يركزون عن طريق الغذاء الصحي. عن طريق تعديل بعض السلوكيات والعادات اللي كانوا يسوونها قبل، يمارسونها قبل، يصير فيها تعديل سلوكي في المدرسة، بحيث أنه يساعدهم على التركيز، على النشاط، على الحيوية، وأنه إن شاء الله يبون درجات تفوق، ودائما يكون إن شاء الله مستمرين بالنجاحات من أول يوم دراسي. صحيح. شو أهم العادات الغذائية اللي يكون الطلبة خذوها خلال الأجازة الصيفية ولازم الحين يعدلونها لما تبتدي المدرسة؟ طبعا مثل ما تعرفين دكتورة ندى، شوية خذوا راحتهم بالإجازة، يعني كون إنه شوية إجازة وراحة، راحوا مثلا على الوجبات السريعة، على إنهم يسهرون يعني أو ما ينامون ساعات نوم كافية، عادة يتجنبون حتى شرب الماء حتى بأثناء فترة الصيف، يعني هاي من ضمن العادات اللي كانت موجودة، بس يركزون على المشروبات الغازية، على العادات اللي تكون مثلا سيئة بخصوص الغذاء، عدم انتظام بمواعيد الأكل. يعني في بعضهم أنا اللي سمعت مثلا ينامون طول النهار، ومواعيد الغداء عندهم تغير أصلا، عندهم مواعيد الوجبات تغيرت، بالتالي يعني هالمواعيد إحنا نحتاج الحين نعدلها، لأنها جدا مهمة، يعني تساعد وايد على التركيز من البداية. غير هذا اختيار نوعية الأكل، بحيث أنهم يعرفون شو الأكلات الصحية اللي يركزون عليها، وما يغفلون أي مجموعة غذائية، يعني يكون المجموعات الغذائية كلها مهمة، لكن احنا نعرف طريقة اختيارنا، نبتعد عن المقالي، نبتعد عن الوجبات سريعة التحضير، يعني ممكن تكون بين فترة وفترة، لكن مو في فترات متقاربة. صحيح. يعني
يحاولون شوي يركزون على العادات الصحية، يعدلون ساعات نومهم، يحاولون يشربون الماي، لأن الماي شرب كميات كافية من الماي جدا مهم وجدا يساعد على التركيز، لأن شعور الجفاف نفسه له تبعات أخرى. فبالتالي ما بيركزون حتى أثناء الحصص الدراسية، بيكونون مشتتين. غير هذا بعضهم يهمل وجبة الإفطار، وطبعا بيكون في موضوع خاص عن وجبة إفطار المدارس خلال هالأسبوع، كون إن موسم المدارس ونحن حابين نرد نعيد المعلومات ونرد نأكد المعلومات الصحية الصحيحة يعني، واللي تنفعهم كذلك. فمهم جدا يركزون على المصادر البروتينات، بحيث أنهم يتناولون حتى بيضة أو جبنة خلال اليوم، يعني مثلا يفطرون بها، ولا يأخذون حتى في منتصف اليوم الدراسي. نعم. يعني مو بس أنهم خلاص من يطلعون الصبح بدون أي وجبة، لا، نقولهم من البداية لو يأخذون وجبة خفيفة في البيت أو وجبة الإفطار من يطلعون من البيت إلى المدرسة، خلال حتى دوامهم المدرسي المفروض أن يتناولون وجبات صحية خفيفة. ممكن نشجعهم على البوب كورن، ممكن نشجعهم على المكسرات، الفاكهة، الخضار، كذلك يأخذون مصدر بروتين مثلا بيضة مسلوقة، سندويشة جبن، فهالأشياء تساعدهم على التركيز. بالتالي يعني بيتفوقون دراسيا، خاصة كثير من الأبحاث العلمية الحين أثبتت أن الغذاء الصحي السليم يساعد على التركيز، بالتالي تفوقهم الدراسي. صحيح. عكس ما يكون الواحد رايح ومتشتت، مو ماكل زين، سرحان، ما يركز، ما يكون فيه نشاط وطاقة، لأنه ما أخذ مصدر الطاقة من الطعام، فبالتالي بيجلس بالحصة الدراسية ومو مركز، بيشعر بيوع، بقرصة بالمعدة، متشتت، أو ما أخذ الوجبات الصحية اللي ممكن تعطيه طاقة ونشاط وحيوية. صحيح. فحتى الحليب، شرب الحليب كذلك نفس الشيء بعد مهم، الحليب أو اللبن، نقولهم حتى الزبادي، هالأشياء ممكن يركزون عليها أثناء الدوام الدراسي، وبعدين بعد ذلك في البيت، يعني يعدلون مواعيد أكلهم، مواعيد الغداء عندهم مفروض أن المواعيد تعدل، تركيزهم يعني على الوجبات الصحية اللي قليلة بالدهون، يعني ما نبغى بعد نحن تصير مشاكل السمنة والبدانة، وبالتالي بعد هذا يأثر على تركيزهم. صحيح. أنهم يبتعدون عن الحلويات، يعني ما نمانع إذا مثل ما نقول الشوكولاتة الداكنة يأخذونها بين فترة وأخرى كمكافأة لهم، لكن نشاطهم كذلك حركتهم بعد مهمة، يعني مو بس الجلسة وخلاص، يعني يتحركون في البيت بحيث أن يمارسون أي نشاط رياضي يحبونه، كرة قدم، تنس، أهم شيء يتحركون، يعني هاي بعد من ضمن الأنشطة اللي تحفز الدورة الدموية، بالتالي تساعدهم على التركيز وتخليهم مسترخيين، ويبعد عنهم الطاقات السلبية والأشياء اللي ممكن تضرهم. صحيح. طبعا نتكلم في جميع المراحل من الابتدائية لين الثانوية، وحتى يعني أبنائنا في الجامعة، طالبات في الجامعة. صحيح. ما شاء الله، رسالة جميلة وإيجابية في أول يوم في المدارس. أنا شاكر لك أخصائية التغذية الأستاذة نجلة درويش هذه الرسالة الجميلة، وإن شاء الله الأمهات تستفيدوا منها، وأكيد في حلقات جاية إن شاء الله بصحة وسعادة رح نذكر يعني نتعمق أكثر في كيفية تحضير مثل الوجبة الغذائية وشو الأكلات تنصحون فيها وغيرها. أكيد. فشكرا لك أستاذة نجلة، ونهارك سعيد. كل الشكر لكم، نهاركم سعيد. شكرا. سعيد. شكرا. مثل ما سمعنا أخصائية التغذية نجلة درويش عطتكم بعض مثل يقول رؤوس أقلام عن كيفية تغيير بعض العادات الغذائية اللي اكتسبوها الأطفال خلال الصيف، وكيفية انتقال لنظام صحي أكثر مع بداية موسم المدارس. رح ناخذ الحين دراسة على السريع. دراستنا تقول لماذا تحث الشركات في اليابان موظفيها على القيلولة خلال العمل؟ موضوع القيلولة موضوع دائما ساخن، وايد الناس تسألنا عنه، مت شو القيلولة، متى المفروض ناخذها؟ خلينا نشوف هالدراسة. تقول هذا الخبر قد لا يكون مناسبا أن نتناوله اليوم مع بدء موسم جديد من النشاط والحيوية، لكن تفاصيل مشوقة جعلتنا نطرحها عليكم أعزائي المستمعين. التفصيل تشير إلى البيانات الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2019، والتي تكشف عن أن اليابانيين يقضون أقل ساعات نوم في المتوسط عالميا بواقع 442 دقيقة يوميا في العام، أي نحو 7.3 ساعة في الليلة. يقضي الكوريين الجنوبيين أمدا قصيرا أيضا يصل 471 دقيقة، بينما متوسط في العدد من البلدان يحصلون على 500 دقيقة، أي 8.3 ساعة، بما في ذلك بريطانيا، فرنسا، أسبانيا، الولايات المتحدة
والصين. في إبريل 2019 دخل قانون جديد في اليابان. شو يقول هالقانون؟ يضع حدا أقصى لوقت العمل الإضافي لمكافحة ثقافة العمل لساعات طويلة والتي قلصت نوم العاملين، وذلك بحد أقصى 45 ساعة عمل إضافي شهريا بما لا يتعدى 360 ساعة سنويا. كما بدأت الشركات تتحرك لتشجيع موظفيها على نوم ساعة الغداء أو ما يعرف باليابانية بالهيروني. ففي مجموعة جي ام او للإنترنت التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، يفوح أريج زيت البنفسج بإحدى الغرف غير المستخدمة خلال الاجتماعات خلال ساعة الراحة لمساعدة الموظفين الذين يشغلون أغلب مقاعدها المريحة وعددها 72 مقعدا على الخلود للنوم. هذه الشركة تشجع موظفينها أن يأخذون قيلولات، والقيلولة مثل ما دائما نقول ما تزيد عن 45 دقيقة، تساعد في تحسين ضغط الدم، تساعد في تحسين النوم أيضا خلال الليل والتخلص من التوتر والتعب. احنا راح نطلع فاصل شيء الحين ان شاء الله، بعد الفاصل عندنا موضوع جديد وجميل، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. طورت هيئة الصحة بدبي نظام حجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها والمنتشرة في ربوع دبي، واعتمدت الهيئة اليوم الأول من سبتمبر موعداً لتطبيق النظام الجديد الذي راعت فيه الظروف الصحية لكبار السن وأصحاب الهمم والحالات الطارئة، كما راعت فيه جميع التسهيلات الممكنة لتحسين رحلة المتعامل داخل المركز. بنتكلم عن هذا التطوير وأهميته وجدول المتعاملين. يسعدنا اليوم يكون معنا عن طريق الهاتف الدكتورة منال تريم، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي. صباح الورد دكتورة منال. صباح الخير، أهلين دكتورة، كيف حالك؟ إن شاء الله تكونون بخير. ونبارك للمستمعين كلهم بداية العام الدراسي الجديد، إن شاء الله يكون عام خير علينا جميعا إن شاء الله. دكتورة منال، ناخذ أول شيء نبذة سريعة عن مراكز الرعاية الصحية الأولية وأهم الخدمات الطبية اللي توفرها هيئة الصحة في هذه المراكز. طبعا مثل ما تفضلتي دكتورة، مراكز الرعاية الصحية الأولية متوزعة في ربوع دبي، وطبعا هي متوزعة على حسب التوزيع الجغرافي لسكان دبي والمقيمين في إمارة دبي لتسهيل وصول الخدمات لهم في أماكن إقامتهم. طبعا مثل ما تفضلتي، المراكز تقدم أكثر من خدمة، تقدم خدمات وقائية وخدمات علاجية أيضا وخدمات لتعزيز الصحة والسلامة. من بينها عيادات طب الأسرة اللي هو التخصص الأكبر اللي عندنا في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وأيضا اللي هو تخصص الأسنان بكل أفرعه، وتخصصات أخرى مثل طب العيون والأنف والأذن والحنجرة، طب الشيخوخة، طب صحة الطفل، صحة الحوامل، والعديد من الخدمات الثانية اللي موجودة. غير عن هذا أن نحن بعد نقدم خدمات خارج المراكز الصحية مثل الخدمة المنزلية اللي يقوم طاقم طبي متكامل بزيارة المحتاجين من المتعاملين في منازلهم اللي غير قادرين على أنهم يوصلوا لنا، وفي خدمات ذكية أصلاً من مثل التطبيب على البعد اللي قاعدة تستثمر فيها الهيئة خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية الأولية. بديناها في عيادة الصداع وإن شاء الله مكملين في الخدمات المنزلية، ورح يكون في خدمات أخرى تنضاف إلى قائمة التطبيب عن بعد إن شاء الله. دكتورة منال، نيل النظام الجديد اللي طبق من اليوم في عيادات الرعاية الصحية الأولية في عدة العائلة اللي هو نظام المواعيد، شو النظام الجديد هذا وليش غيرنا لنظام مواعيد بعد ما كان عبارة عن ووك إن، أو يعني الواحد ما يحتاج موعد قبل؟ إحنا اللي سوينا دكتورة أن درسنا أو أعدنا دراسة رحلة المتعامل. طبعاً بعد ما شاركنا المتعامل في اتخاذ القرار عبر الاستبيانات، شفنا الطريقة الأمثل لتقديم الخدمة. النظام الجديد نظام هجين، هو مش نظام مواعيد فقط. نظام هجين بمعنى أن نحن عدنا المواعيد اللي راح تكون محور تقديم الخدمة. ليش حطيناها بهالطريقة؟ لأن نبغي نعطي المتعامل حرية الاختيار، حرية اختيار الوقت اللي يجي فيه، حرية اختيار الزمن اللي يجي فيه، حرية اختيار مقدم الخدمة. المتعامل الحين يقدر عن طريق الموعد يختار الطبيب اللي هو يرتاح لأكثر شيء. غير عن هذا، ضمننا استمرارية جودة الخدمات. في السابق النظام القديم، المريض لما يتعب يحضر العيادة أو المركز،
يشوف الطبيب اللي موجود، صح، سواء كان هو طبيبه ولا ما كان طبيبه، سواء يعرف عن حالته ولا لا. لكن الحين بالمواعيد المريض يقدر يحجز مع الطبيب اللي هو يرتاح له واللي هو اصلا يتابع حالته من اول ما بدا عند المرض. في بعض المتعاملين يتساءلون يقولون انا ما اعرف متى بمرض، متى بيي، فكيف احجز؟ مع عشان شين احنا قلنا ان النظام هذا هجين، بمعنى ان الشخص اللي عنده حاله طارئه او حاله ما كان هو متوقع انها، مثل الزكام، مثل الصداع، مثل الحمى، يقدر يجي من غير موعد. يتم تصنيف الحالة على حسب التصنيف العالمي المعتمد عندنا للحالات الطارئة، ويتم معاينة الحالة وعلاجها في نفس اليوم في نفس الوقت. نعم. فإحنا عندنا النظامين متوفرين، نظام أنك تدخل بدون موعد لكن تتبع تصنيف الحالات الطارئة العالمي، والنظام الثاني اللي هو تدخل بموعدك متى ما أنت حبيتي، تحجز الموعد عن طريق مركز الاتصال وتينا. الحين كان في تحدي ثاني اللي نحن بعد درسناه في رحلة المتعامل، أن المتعامل عقب ما يخلص من عند الطبيب لازم يرجع مرة ثانية عند التسجيل ويتريى دور عشان ياخذ موعد المراجعة. فهذه نحن الخطوة اللي غيناها من رحلة المتعامل. الحين وهو قاعد عند الطبيب يقدر الطبيب يعطيه موعده حق المراجعة الجاية على حسب هو شو يحب، أو يقدر إذا هو مو قادر يقرر حزتها لأنه ما يعرف شو جدوله، يقدر يروح بيتهم ويريح عقب كم من يوم يتواصل مع مركز الاتصال عشان يحصل على موعد اللي هو يحبه براحته. ممتاز. دكتورة منال، شو النصايح اللي نعطيها للمتعاملين عشان يمشي نظام مواعيد بشكل سلس؟ يعني متى المفروض يحضرون العيادات، عن أهمية المحافظة على المواعيد وغيرها من النصايح اللي دائما احنا نشدد عليها أو نذكر الناس فيها لما يكون في موعد؟ هذا سؤال جدا جدا مهم. طبعا احنا دائما يعني نحس الناس على انها تحضر قبل موعدها على الاقل 25 دقيقه. ليش؟ لان في اجراءات لازم يقوم فيها المتعامل من فحص الدم، فحص الضغط، التسجيل، هذه ممكن انها تقلل من وقت الانتظار يومينا العياده، فهو ضروري جدا ان يجي قبل الموعد. الشيء الثاني ان اذا لا سمح الله تعرض لاي ظرف طارئ يحول بين ان يجي على موعده او ما يقدر يجي على موعده، نحن دائما نطلب من المتعامل يتصل في مركز الاتصال يكنسل الموعد. الحين شو فائدة تكنسل الموعد؟ أنا لما ما أقدر أجي وكنسل الموعد، في شخص ثاني عنده حالة طارئة جاي بدون موعد بس يتريى في المركز، ممكن أنه هو الأولوية بأن ياخذ موعدي. الشيء الثاني أن أنا لما أتصل وأقول للمركز الاتصال أني أنا بتأخر ما بي على موعد، يعطوني موعد ثاني، يقدرون يعطوني الموعد اللي يناسب متى أنا بوصل. صحيح. فأنا بعد ما أتحير يوم أي. فالاهتمام بالمواعيد من الطرفين، من طرف المتعامل عشان نقدر أن نحن نخدمه بطريقة أحسن، ومن طرفنا نحن كمقدمين خدمة على أساس أن نحن نحترم وقت المتعامل وما نضيع وقت بالانتظار. صحيح. ضمن النظام الجديد دكتورة منال، شو رح يكون وضع كبار السن وأصحاب الهمم؟ هو الوضع كبار السن وأصحاب الهمم نفس وضع الوضع الحالي، أن لهم مسار خاص بهم. نعم. عن طريق نظام الدور اللي هو الكيوماتيك، أن يأخذون لهم أرقام خاصة فيهم ومسار خاص فيهم، اللي مثل الفاست تراك يسمونه. نعم. اللي هو أن لهم الأولوية في الحصول على الخدمة دائما. فهذا النظام نحن بنيناه بنظام الدور، أن دائما يكون لهم الأولوية على أساس أنهم لا يتحيرون ولا يضطرون أن ينتظرون مدة طويلة. صحيح. في كلمة أخيرة حابة تشاركينا معنا دكتورة منال في نهاية اللقاء الجميل معك بخصوص نظام المواعيد؟ بخصوص النظام المواعيد بس حابة أطمن المستمعين أن هذا النظام نحن ابتكرناه وطورناه بناء على رغبتهم من بعد ما أجرينا الاستبيان، ومن بعد ما درسنا أفضل الممارسات في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وارتئينا أن هذا هو الحل الأنسب لتقديم خدمات متكاملة تضمن الجودة في الرعاية الصحية. وإن شاء الله في بداية التطبيق نحن راح نكون مراقبين على استعداد كامل، بنتابع سير العمل وبنشوف إذا في أي ثغرات في النظام إحنا ممكن نتداركها في الأيام الأولى من التطبيق، ونتمنى من كافة المستمعين والمراجعين أنهم هم يساعدونا إذا لاحظوا أي نقطة ممكن أن تتطور، يساعدونا بالتواصل معنا يا عبر البرنامج الإذاعي يا أما عبر وسائل الإعلام الاجتماعية أو حتى مركز الاتصال،
لأن نحن يهمنا أن نحن نسمع منهم، يهم الخدمة مقدمة لهم هم. فإذا في أي شيء هم حابين أن يقترحون لتطوير الخدمة، نحن مستعدين لتلقي الاقتراحات. صحيح. شكرا لك دكتورة منال تريم، المديرة التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، هذه المداخلة عن نظام مواعيد الجديد في قطاع الرعاية الصحية الأولية. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا دكتور. شكرا. مثل ما قال دكتورة منال، اليوم إن شاء الله أول يوم لنظام المواعيد في قطاع الرعاية الصحية الأولية في عيادات طب الأسرة أو طبيب العام مثل ما بعض المتعاملين يعرفونه. نشجع الكل إنه قبل ما تروحون العيادة اتصلوا بمركز الاتصال على 800-342 وخذوا موعد مع طبيب الأسرة اللي أنتوا ترتاحوا له وأنتوا تتابعون معه. تطبيق النظام الجديد راح يساعدكم وايد، ما بديت على كلام دكتورة منال، لكن بيساعدكم أيضا إن أنتوا تتابعون دائما مع نفس الطبيب. هذه كانت واحدة من الملاحظات دائما توصل لطبيب الأسرة، إن أنا بتابع مثلا بس مع الدكتورة ندى، يعني تابع حالتي دائما، بالتالي يكون الطبيب أقدر إنه يتابع حالتك أو يعرف تطورات حالتك أو يشوف نتيجة العلاج. بتطبيق نظام مواعيد يستوي وضع أسهل عندك أنت كمتعامل أو كمريض، أن أنت تحجز كل مواعيدك مع الدكتور الفلاني، بالتالي يتابع معك الخطة العلاجية، يتابع معك تطورات المرض مالك، وتستوي متابعة أسهل، ويستوي الطبيب على علم أكثر مع حالتك، لأنك ما بتتم أنت تلفلف على أكثر من طبيب، بتكون متابع مع الطبيب اللي أنت تفضله. فإن شاء الله النظام الجديد يكون هو نظام جميل وراح يساعدنا كلنا كطبيب وكمريض إن احنا نوصل للهدف له، طبعا مجتمع أكثر صحة وسعادة. المطلوب مثل ما قال دكتورة منال إن احنا نروح قبل الموعد، نحافظ على مواعيدنا، وأيضا إن احنا في البداية أي نظام جديد نطبقه ياخذ شوية وقت، في شوية ملاحظات راح تكون، احنا نبغى ملاحظاتكم ونبغى تعاونكم معانا ليه ما يمشي الموضوع بسلاسة، لأن اليوم مثل ما قلت هو أول يوم أصلا تطبيق البرنامج، فشوية تعاون من الصوبين إن شاء الله راح يكون النظام رائع وراح يحسن رحلة المتعامل في المراكز. راح نطلع احنا فاصل، راح ناخذ اسماء، في عندنا كم دقيقة قبل الفاصل، في مجال ناخذ اسماء. راح ناخذ الحين فقرة السوشيال ميديا، اسماء الجناحي راح تخبرنا ما هو الجديد في عالم وسائل التواصل. صباحك ورد يا اسماء. صباح النور، و نقول عودة حميدة للبرنامج الإذاعي دكتورة. عودة حميدة، وعودة حميدة لك معانا، وأكيد المستمعين مستانسين يسمعون صوتك ويعرفون آخر أخبار السوشيال ميديا. الله يحفظكم إن شاء الله، يحفظ جميع المتعاملين. نحن بس ناخذ شوي جولة على الأشياء اللي كنا نسويها في فترة الصيف. في فترة الصيف كان في وايد تغير في ناحية التوعية الصحية اللي نسويها في الحساب، في أشياء في تفاعلية، في أشياء معلومات ممكن الشخص دائما يعني يلخبط بينهم، اخذ هذا ولا اكل هذا ولا، فنحن قمنا نعطيهم الاختيارات الصحيحه وافضل وجبات الخفيفه اللي ممكن ياخذونها معاهم الدوامات. فلو يتابعون شوي حسابنا بيحصلونهم. غيرها بمناسبه عوده المدارس نحب يعني نتمنى التوفيق لكل الطلبه، وفي هاشتاج احنا مسوينه من اسبوع اسمه اولياء الامور مع التحيه. في نصائح يوميا تنزل على الأقل نصيحة أو نصيحتين لأولياء الأمور تساعدهم في تهيئة أطفالهم للمدرسة، كيف يعودونهم على تغيير نمط الحياة عقب 3 شهور إجازة. في نصائح وايد جميلة موجودة أيضا في وسم أولياء الأمور مع التحية. جميل. نحب أيضا أن نعطي بعض المعلومات اللي موجودة من مبادرة اختارها صح، وهي اللي قلنا عن الاختيارات. حطينا سؤال الأسبوع الماضي وهو سؤال ينزل كل يوم اثنين. نعم. هل الأفضل نزول الوزن بشكل بطيء أو نزول الوزن بشكل سريع؟ تقريبا 91% من الأشخاص على تويتر قالوا الوزن البطيء، ولكن على الإنستغرام 50% بس اللي قالوا نزول الوزن البطيء. الجواب الصحيح هو نزول الوزن البطيء. فيا جماعة لا تتحمسون وايد في الرجيم، لأن الرجيم مو دائما شيء صحي، نمط الحياة صحي. صحيح. وأهم شيء الإرادة عشان واحد يكمل. يعني دكتور دائما كل شيء بسرعة يروح بسرعة. بالضبط. صح بالضبط. غير هذا نحن أيضا مستمرين في كل جمعة عندنا نصائح، 5 نقاط من كل موضوع، فكل جمعة بيحصلون 5 نقاط عن أمراض القلب، 5 نقاط عن تغيير نمط الحياة، 5. فكل جمعة يتابعوني في عندهم هالنصيحة، وكل ثلاث عندنا معلومة نعطيها أي اختيار أفضل لحياة أكثر صحة وسعادة. ممتاز. هاي مجموعة من النصائح، وبنبدأ نعطيكم كل يوم رسائل صباحية إن شاء الله من باكر. إن شاء الله. بس نحب نذكر إن باكر موضوعنا في صحة لايف، وهو نقل مباشر
على حساب هيئة الصحة إنستغرام فيسبوك وحساب برق الإمارات وبرق الصحة، هو بيكون عن أمراض القولون، فاللي عنده مشاكل في الجهاز الهضمي أو أمراض القولون باكر بنكون نحن لايف الساعة 11 الصبح إن شاء الله. هذه دعوة للجميع، وشكرا لك أسماء الجناحية مداخلتك معنا اليوم، ونهارك سعيد. رح نطلع إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل عندنا فقرة جميلة تتكلم عن استعدادات هيئة الصحة بدبي من عن طريق قسم الصحة المدرسية، تابعونا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006. تتبنى هيئة الصحة بدبي مجموعة من السياسات الواضحة التي تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي بأهمية اتباع أنماط حياتية سليمة ومعززة للصحة إلى جانب الوقاية من الأمراض، من خلال مجموعة البرامج والمبادرات المهمة التي تنفذها الهيئة ممثلة في إدارة حماية الصحة العامة، التي تحرص الهيئة بشكل خاص على تحقيق أعلى معدل السلامة والصحة لطلبة المدارس. وتبذل الهيئة في هذا الاتجاه جهودا كبيرة لرفع مستوى وعي الطلبة ضمن سياسة الصحة المدرسية وحزمة الخطط الوقائية التي تركز على الصحة العامة. طبعا بمناسبة العودة للمدارس، يسعدني يكون معنا في الاستوديو اليوم الدكتورة بدرية الحرمي مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، بتناقش معنا موضوع العودة للمدارس من الجانب الصحي ومدى استعداد الهيئة للعودة للمدارس. صباحك ورد دكتورة بدرية. صباحك نور وسعادة دكتورة ندى، وصباح كل من يسمعنا، ونحب نهنيهم بالعام الدراسي الجديد لكل طلابنا وطالباتنا وأولياء الأمور. إن شاء الله يكون عام سعيد وعام إيجابي ونعام كل إنجازات إن شاء الله لهم، ويكونوا بصحة وسعادة أهم شيء. فما دام نتكلم عن صحة وسعادة، أول شيء نتكلم عن إدارة حماية الصحة العامة. شو يعني كلمة حماية الصحة العامة؟ أولا يوم نتكلم عن إدارة حماية الصحة العامة، هي إدارة ضمن مؤسسة دبي الرعاية الصحية في هيئة الصحة في دبي، وتندرج تحتها أربعة أقسام أساسية: تهتم بالتثقيف وتعزيز الصحي، تهتم بالصحة المدرسية، بالطب الوقائي، وبرامج ودراسات الصحة العامة. لما نقول الصحة العامة أو إدارة الصحة العامة، هي الإدارة اللي تتخصص بصحة المجتمع، يعني الإدارة اللي مسؤولة عن التدابير، الإجراءات المتعلقة بالوقاية من الأمراض، الإصابات أو الظروف الصحية الأخرى اللي ممكن يتعرض لها أفراد المجتمع. مثلا على سبيل المثال، فهي الإدارة المختصة مثلا عن الدراسات الوبائية للأمراض المعدية، عن مراقبة ورصد الحالات أو السلوكيات اللي ممكن تشكل خطر على الصحة العامة في المجتمع، وهذا كله الهدف اتخاذ التدابير الوقائية للحد ومكافحة هذه الأمراض، مثل يعني نقول توفير التطعيمات الأساسية أو رفع الوعي الصحي عن طريق الوسائل الإعلام المختلفة أو الحملات التوعوية والمبادرات الأخرى. كذلك دور الصحة العامة يمتد إلى وضع الخطط الصحية والمشاركة في هذه الخطط لمكافحة الأمراض كذلك الغير معدية، مثل الأمراض المزمنة كالقلب والسرطان والسكري. يعني يشوفون شو العوامل المؤثرة فيها، شو العوامل المؤدية لها، وبالتالي يحطون خطط للوقاية منها مع الجهات الأخرى المختصة. فلما نتكلم عن دور الصحة العامة، الصراحة أدوارها مو بس اللي أنا ذكرته، لكن أدوارها متنوعة، تمتد كذلك يعني من ناحية الاهتمام كذلك برصد العوامل البيئية المؤثرة اللي ممكن تأثر على الصحة العامة أو على ظهور بعض الأمراض، أو مثلا تهتم بعد كذلك بالصحة المهنية، صحة العاملين في أماكن عملهم، وعدة محاور أخرى مهمة. فالحديث عن الصحة العامة يطول، وإحنا نقول باختصار الصحة العامة هي عامل أساسي من عوامل الحفاظ على صحة المجتمع ككل من خلال الحفاظ على صحة أفراده. صحيح. نتكلم الحين ما شاء الله مثل ما ذكرتي إدارة الصحة العامة كبيرة جدا ويدرج تحتها كثير من الإدارات. إحنا اليوم تركيزنا عن الصحة المدرسية، نتكلم عن السياسة المعتمدة لدى الهيئة عن الصحة المدرسية.
سياسة الصحة المدرسية لإمارة دبي، هذه السياسة عبارة كانت عن الإطار العام لتوحيد كل الجهود من الجهات الحكومية الأخرى المختصة والمتعلقة بتطوير الصحة المدرسية. هذه السياسة تم اعتمادها من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي حفظه الله. كان الهدف منها تعزيز الصحة المدرسية وتشجيع طلابنا وطالباتنا بتبني أنماط حياة صحية للوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. هذه السياسة فيها ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول واتباع أنماط حياة صحية من خلال تشجيع الطلبة على تناول الخضار والفواكه وممارسة الرياضة. المحور الثاني كان يهتم بالوقاية من الأمراض من خلال تعزيز برنامج التحصين باللقاحات الأساسية للطلبة، وكذلك الكشف المبكر. الكشف المبكر عن بعض الأمراض اللي مثلا ضعف النظر أو الأسنان أو السمنة. والمحور الثالث والأخير يهتم بأنظمة المعلومات والدراسات والبحوث المتعلقة بالصحة المدرسية. ممتاز. دكتورة بدرية، هيئة الصحة بدبي طبعا لها كثير مبادرات وحملات التوعوية، فنركز على الحملات التوعوية والمبادرات اللي لها علاقة بالمدارس. إنزين، مثل ما عودتنا هيئة الصحة في دبي من كل عام أن هي تستقبل العام الدراسي الجديد بمشاركة طلابها وطالباتها وبعد أولياء أمورهم من خلال المبادرات المتنوعة أو حتى الحملات التوعوية اللي تختص بالاستعداد المبكر للعودة للمدارس. هذه الحملات كل هدفها تعزيز يعني اتباع أنماط حياة صحية لطلابنا وطالباتنا من خلال يعني رفع الوعي عن التغذية السليمة، عن ممارسة الرياضة، عن ترك بعض السلوكيات الخاطئة اللي يمكن تعودوا عليها في إجازة الصيف، وكذلك على تشجيعهم على تنظيم ساعات النوم، وبعد تساعدهم على رفع الوعي كيفية يعني يختارون الاختيارات الصحيحة والسليمة مثل اختيار يعني الحقيبة الغذائية واللي تحتوي على جميع العناصر الغذائية اللي تساعد الطالب على امداده بالطاقة خلال اليوم الدراسي كامل، وكذلك اختيار بعد يعني الحقيبة المدرسية واللي تناسب مثلا وزن الطالب وغيرها من الأمور التوعوية. السنة هذه انطلقت الحملة أمس كان في مول الاتحاد. كان فريق العمل متواجد، فريق كان يحتوي على الطاقم التمريضي والصحي، المثقفين الصحيين، على أخصائيين التغذية، وشهدنا طبعا تفاعل جدا جميل مع يعني الطلاب والطالبات اللي كانوا بصحبة آبائهم أمهاتهم، وكان تخلل الحملة يعني تزويدهم بعض المعلومات بالتثقيف الصحي، تثقيفهم يعني بالأشياء الضرورية اللي يحتاجون لاستقبال العام الدراسي الجديد، وكذلك تم توزيع بعض المنشورات الصحية اللي بعد بعض البوسترات اللي ممكن يعلقونها عندهم في البيت تذكرهم يعني كيف احنا نرتب او الحقيبة الغذائية لأبنائنا وبناتنا، وبعد عطتهم بعض الأفكار، بعض القوائم الأكل أو القوائم الاختيارات الصحية السليمة لوجبة الإفطار، لوجبة الغداء والعشاء. إنزين، وبالإضافة كذلك بعد تم عرض بعض الأفكار كيف أنت تزينين مثلا حقيبة المدرسية لطفلك تخلينها أكثر تشويقا وأكثر تكون يعني تحببه بأنه ياخذ اختيارات صحية مثل أكل فواكه والخضروات. وتخلل كذلك الحملة أمس العديد من الألعاب التوعوية. الهدف من هاي الألعاب أن نعطي أولياء الأمور وحتى عيالهم المعارف البسيطة اللي ممكن يحتاجونها بطريقة مشوقة بطريقة حلوة، وبعد كان في هدايا تشجيعية يعني لهم. طبعا هذه الحملة راح تستمر خلال الأسابيع الأولى من العام الدراسي الحالي، وبس بتكون إن شاء الله في بعض المدارس في إمارة دبي. ممتاز. دكتورة بدرية، بالعادة لما تسوون الحملات في المدارس شو أكثر المواضيع اللي تركزون عليها في الحملات؟ طبعا احنا قلنا اهم نقطه اللي هي اتباع انماط حياه صحيه، لان انماط حياه صحيه اللي هي محور التغذيه السليمه وممارسه الرياضه وترك السلوكيات الخاطئه مثل ما قلنا السهر او مثلا يعني وبعض السلوكيات الاخرى. ف وايد مهم في المرحله الدراسيه او المراحل الاولى من عمر الطالب
ان احنا نعزز فيه هذه السلوكيات السليمة او السلوكيات الصحية. ومثل ما تعرفين دكتورة يعني اتباع اي سلوك صحي او حتى تبني اي سلوك صحي مو بالعملية سهلة وما تي من يوم وليلة. وكذلك احنا بعد نقول مش من العملية الصعبة او المستحيلة او المعقدة، لا هي عملية تدريجية تحتاج وقت، تحتاج صبر، تحتاج اصرار علشان شيء، وتحتاج كذلك البدء فيها من الصغر. وهي دور شو؟ دور الأسرة. فدائما نقول دور الأسرة جدا مهم في تعويد أطفالنا على العادات والسلوكيات الصحية المهمة. مثل ما نعرف يعني هاي المرحلة كيف يعني فيها عدة مراحل، يعني أنت لما بتتبنين سلوك صحي بيبدأ أول شيء من الثقافة الصحية. صحيح. إن إحنا بنعطيك المعلومات اللي تخص مثلا المرض هذا أو تخص الصحة، فأنت بتكون عندك المعلومات، عقب هذه المعلومات راح تتطور إلى وعي صحي. صحيح. أنت بتكونين ملمة بهالمعلومات وبتشعرين بالمسؤولية تجاه نفسك واتجاه عيالك، صح ولا لا؟ وبعدين هذا الشيء بتيم مرحلة الممارسة الصحية، يعني مرحلة المحاولة أني أنا أحاول أغير من هذا السلوك. صحيح. هذه المرحلة المحاولة مع الوقت مع تكرارها تصبح إلى عادة صحية الشخص يسويها بدون إدراك لا شعوريا. صحيح. زين، وين يجي دور الأسرة؟ وين يجي دور المدرسة؟ يجي دور الأسرة والمدرسة في هذه المرحلة. هذه المرحلة وايد حساسة ومهمة. ليش؟ لأن إحنا مجرد وإحنا في نقطة وايد مهمة، إدراك الآباء والأمهات والمدرسين كذلك أو العاملين في البيئة المدرسية بأهمية اتباع أنماط الحياة وايد مهمة. صحيح. فلما هم بيكون عندهم هاي المعارف وبيتحول لهم لوعي صحي وبيدركون أهمية اتباعها على حياة الطلبة أو حياة أبنائهم، راح يشجعونهم على ممارسة هذه السلوكيات. صحيح. راح يشجعونهم على انتباع هذه العادات الصحية. فوين يدورهم؟ في هذه المرحلة. فطبيعي الطفل لما بيتعود انه يسوي شيء معين، مثلا مثل ما نقول ياكل مثلا كل يوم حصتين او ثلاثة من الخضار والفواكه مثلا، خلاص عودوه انه ياخذ هذا الشيء يوميا، فخلاص بيتعود الطفل هذا. والشيء الجميل ان الطفل بيسوي هذه العادة بدون ادراك باوقات من دون تفهم، يعني ما بيعرف شو اهميتها بالضبط بالنسبة لي انا. صحيح. لكن هاي مرحلة التعود هي أهم مرحلة، لأن مع يعني مرور الوقت والطفل هذا يكبر سبحان الله يتحول هذا الشيء إلى سلوك صحي. يبدأ الطفل يعرف كيف يختار صح، يعرف يعني مثلا لو تعرض لأي موقف أو تعرض لأي يعني موقف أنه يختار فيه، لا هو بيختار وبيسوي هذا الفعل شعوريا من إيمان منه مقتنع. صحيح. لأن أنا تعودت وعرفت وشفت. بالضبط. فإحنا دائما نقول دائما عشان اتباع أنماط حياة صحية نبدأ أول شيء من الأسرة، ونبدأ كذلك بالإضافة لبيئة المدرسية العاملين في المدرسة، لأن الطفل يقضي أغلب وقته في المدرسة. في المدرسة. صحيح. ولازم تكون مثل ما نقول بعد يشوف القدوة الحسنة ويشوف سواء كان في المدرسة أو في البيت. صحيح. يعني الطرفين مهمين يعني عشان تشجيع أطفالنا، وكل ما كانت الرسالة موحدة في البيت وفي المدرسة كل ما كان الأثر فيها أفضل. فأول شيء اقتناع المسؤولين أو اقتناع أولياء الأمور بهالأمر وايد مهم. كذلك أنهم القدوة الحسنة. إحنا يوم نقول الطفل مو بمعنى أني أنا قدوة حسنة أقول سو هذا لا تسوي هذا اترك هذا، هذا غلط. أنا دائما أقول الطفل يتعلم مو بالكلام، يتعلم بالنظر. صحيح. شوف أنتوا يعني عيالكم خلوهم يشوفون أنتوا تسوون هذا الشيء، أنت كيف أنت تأمره يسوي شيء وأنت ما تسوي، تقول أكل الخضروات فوق وتحطه قدامه لكن أنت ما تأكل، تقول. صحيح. أنا ما أحب هذا النوع أو ما أحب أكل هذا الشيء. هذه نقطة. الشيء الثاني فهذا الشيء يعني أنهم يحاولون يعودون عمرهم أولاً على اتباع أنماط حياة صحية. صحيح. وعيالهم لا شعورياً راح يقلدونه، وإحنا دائماً نشوف الأطفال في مرحلة. صحيح. التقليد. النقطة الثالثة نحاول كذلك وايد مهم الحوار الإيجابي ومشاركة أطفالنا، يعني ما نحاول نفرض عليهم الشيء فرض. لا، إحنا نقعد وياهم نحاول قد ما نقدر نقضي وقت معاهم، نتحدث معاهم، نشوف شو اللي عاجبنهم شو اللي مو بعاجبنكم، إنزين شو رايك يعني تأخذون مثلا أطفالكم يختارون الحقيبة الغذائية بالشكل اللي يحبونها، بالمنظر، باللون اللي يحبونه، إنزين. بالضبط. وبعدين يحطون قدام الاختيارات شو رايك شو بتختار
باكر مثلا تاكل، شو حاب تاكل بطريقه غير مباشره. يعني انتم تحاولون توجهونه بالاختيارات الصحيحه بدون جبر. يعني انت بتجبرين بتحطي له الاشياء اللي ما يحبها في الحقيبه الغذائيه، بيصير هناك ما بياكلها، ما بياكلها اكيد بالضبط. ما بياكلها. انزين، فمشاركتهم وايد مهمه، ونعودهم من البدايه نحط لهم هذا وهذا، ونقول لهم ترى هذا فائدته شيء مثلا، معلومه سلسه بسيطه يتعود عليها الطفل ويفهمها يعني. نقطة ثالثة كذلك وايد مهم، الاستمرارية في الرسائل هذه التوعوية. يعني مثل ما قلنا الرسائل لازم تكون موحدة بين المدرسة وبين البيت، وكذلك يعني للطلبة نفسهم. الرسائل لازم تكون بطريقة يعني تشويقية للطفل، بطريقة سهلة، بطريقة تحببه أنه يتخذ أو يعني يتبنى هذا يتبنى السلوك هذا كذلك. ونستخدم يعني نحاول نستخدم قد ما نقدر وسائل متنوعة عشان الطفل ما يمل يعني. بالضبط. دكتورة بدرية، طبعا موضوع العودة للمدارس وتحسين النمط الغذائي والحياة الصحية بشكل عام للأطفال طبعا موضوع كبير، ما أقدر نغطيه كله في حلقة واحدة، بس إن شاء الله راح يكون عندنا حلقات متكررة نتكلم فيها عن تغيير نمط الحياة، نمط حياة صحي أكثر للطلاب المدارس. أنا شاكرة لك دكتورة بدرية الحرمي، مدير إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، وجودك معانا اليوم، وإن شاء الله نتلاقي وياك مرة ثانية في استعدادات هيئة الصحة لاستعدادات الصحة المدرسية للمدارس إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك دكتورة ندى، شكرا لكل المستمعين الأعزاء. شكرا لك أعزائي المستمعين، وصلنا تقريبا نهاية برنامجنا معاكم، إن شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى تقريبا ساعة على الهواء، ناقشنا فيها مثل ما يقولون مواضيع الساخنة في أول يوم في عودة المدارس. لا تحاتون المواضيع بعدها ما شاء الله كثيرة، وبنغطيها إن شاء الله على مدى الأيام والأسابيع الجاية. الموضوع العودة المدارس ما مو بس أول أسبوع أو أول شهر، هو موضوع مستمر طول السنة الدراسية وحتى في الصيف، عشان عيالنا ما ينسون العادات الصحية اللي اكتسبوها خلال المدرسة، ويرجعون نرجع مرة ثانية نعلمهم نهاية الإجازة الصيفية، عشان نخلي نمط الحياة هذا نمط حياة دائم ما يتغير بتغير المواسم. أنا رح أنهي البرنامج الحين، إن شاء الله ألتقي معاكم غدا في برنامج صحة وسعادة، فإلى أن ألقاكم إن شاء الله الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.